عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا نوع من البيع يسمى البيع بالتصريف، وهو أن تشتري منتجا من تاجر معين لتبيعه، فما بعت منه فقد اشتريته، وما لم تبيع فإنك ترده إليه. هذا مثل إنتاج المخابز وغيرها، يشتري منه الإنسان حمولة سيارة ليبيعها، فما باع منها اعتبر نفسه قد اشتراه من صاحب المخبزة، وما لم يبع منها رده إلى صاحب المخبزة. هذا النوع لا حرج فيه، وهو من البيعات المعروفة في الصدر الأول.